النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. ثلاثة أيام تفصلنا عن اليوم الأول لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك على مدى شهرين. وسيكون الأسبوع الطالع محور ترقب لملف الاستحقاق الرئاسي والمسار الحكومي في انتظار اللقاء الخامس بين الرئيسين عون وميقاتي، وما إذا كان سيحمل أي جديد. كما أن الأنظار تتوجه إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر في 31 من آب الحالي، حيث يطل الرئيس بري على الاستحقاقات الآنية بعد صمت طويل حيال التطورات الداخلية. أما في ملف الترسيم فإن العدو الإسرائيلي يعمل على نهج التسويف والمماطلة، بحيث لا إجابة من قبله حول المقترح اللبناني للقبول بالترسيم البحري. وتوازيا تتجه الأنظار إلى تبعات انسحاب الشركة الروسية نوفاتيك من كونسورتيوم شركات التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، فيما تطرح أسئلة حول الشركة التي ستستحوذ على حصة نوفاتيك وانعكاس ذلك على التنقيب. وفي أوروبا صدمة هائلة تلوح في أفق الاقتصاد الأوروبي، تحدث عنها مسؤولون في أوروبا وبدأت تظهر معالمها من خلال الإجراءات التي اتخذت أواخر الشهر الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة، محذرين من الارتفاع الجنوني لفاتورة الكهرباء في أواخر العام الحالي. نبدأ النشرة من مواقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي، دعا إلى تطبيق نظامنا الديمقراطي دون مواربة أو انتقائية، وبعد ذلك ندرس الشوائب ونعالجها. وخلال ترأسه قداسا إلهيا في كاتدرائية مار جورجوس في بيروت، شدد خلاله على وجوب احترام المهل والاستحقاقات الدستورية وعدم التدخل في أحكام القضاء. المواطن اللبناني سئم السجالات والتوترات والتصعيد الدائم، سئم الوعود العرقوبية، سئم عدم الاستقرار والهزات السياسية والاقتصادية والقضائية. هو يتوق إلى حياة هانئة في ظل دولة مستقرة ونظام ثابت وحكام يعملون من أجل المصلحة العامة والخير العام، يعملون من أجل المصلحة العامة والخير العام بنزاهة وإخلاص، وعوض ذم نظامنا وقوانينها فلنطبق أولاً القوانين قبل العمل على سن غيرها، ولنحترم القضاء ونبتعد عن التدخل في أحكامه، ولنحترم المهلة والاستحقاقات الدستورية، وليلتزم كل حده ويعمل واجبه. باختصار، لنطبق نظامنا الديمقراطي وأحكامه دون مواربة أو انتقائية، وبعدها تدرس الشوائب وتعالج. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى في بيان أن لبنان الإمام الصدر ما زال لبنان اليوم، لذا لخص الإمام الصدر أزمة لبنان بسرطان السلطة الطائفية والتاجر السياسي الذي يمارس مهامه الوطنية بنزعة سمسار، مشيرا إلى أن البلد اليوم فريسة مشاريع مالية نقدية اقتصادية تنهش الأصول الوطنية ضمن دوامة مشاريع دولية إقليمية تريد إغراق لبنان بالأزمات الإنهاكية والقضايا المصرية. قابلان رأى أن الحل بإنقاذ الدولة من الفوضى الدستورية وانتشال البلد من دوامة الفراغ السياسي، فيما الإنقاذ المباشر يرتبط بنفط لبنان السيادي حتى لو أدى ذلك إلى الحرب. مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الجمهورية ومع تزايد الخلافات حول التفسيرات الدستورية لإدارة الفراغ المحتمل، الخبير الدستوري عادل يمين أكد لتلفزيون لبنان أن الحكومة المستقلة لا يمكن لها أن تتولى صلاحية رئيس الجمهورية بالوكالة. تقرير لؤي فلحة.
مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الجمهورية وعدم التمكن من تشكيل الحكومة العتيدة، بالإضافة إلى تزايد احتمالية الفراغ الرئاسي نتيجة عدم الاتفاق على اسم رئيس جديد، تبرز أسئلة عديدة حول الآليات الدستورية التي يجب اعتمادها في الأسابيع القادمة، أسئلة تعكس الخلافات الكبيرة التي بدأت بالظهور حول التفسيرات الدستورية والقانونية لناحية تسيير شؤون البلاد خلال فترة الفراغ المحتمل. وفي هذا الإطار يكشف الخبير الدستوري عادل يمين للتلفزيون لبنان أن الحكومة المستقيلة يستحيل عليها أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتعطل خلال فترة الفراغ. في حال وقع الشغور في سدة الرئاسة، وبما أن الرئيس العماد ميشيل عون لن يبقى دقيقة واحدة في قصر بعبدة بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول 2022 مهما كان الظرف، وفي حال افترضنا أنه لم تؤلف حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان وتصبح مكتملة المواصفات الدستورية، فالحكومة المستقيلة الحاضرة لا تستطيع بتاتا تولي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، وإذ ذاك يكون موقع الرئاسة فارغا وصلاحيات الرئيس معطلة، وكل ما يتصل بصلاحيات الرئيس معطلا بما فيها تعطيل مجلس النواب لأنه ليس من رئيس قائم لإصدار القوانين، وتعطيل أي قرارات ممكن أن تتخذ وتحتاج إلى مراسيم، بل يكتفي الوزراء بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق في وزاراتهم وفيما يتعلق بالأمور التي لا تحتاج إلى دور لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية. ومع تزايد الحديث عن إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، يؤكد يمين بعدم وجود نص دستوري يشير إلى ذلك، لكنه يرى أن رئيس الجمهورية بإمكانه الدعوة لاستشارات جديدة. ليس من نص دستوري يرعى مسألة إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف. إذا تبين لرئيس الجمهورية أن هناك استعصاء في عملية تأليف الحكومة، فعملا بمبدأ موازاة الأصول والصيغ يستطيع أن يدعو إلى استشارات نيابية حول مصير التكليف، وإذ ذاك إذا طلبت أغلبية النواب المستفتين تسمية رئيس حكومة مكلف آخر، فبنتيجة هذه الاستشارات يستطيع رئيس الجمهورية أن يسمي الشخص البديل، وقراره في هذا الخصوص غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي أو غير قضائي. إذن تتكرر الخلافات والتباينات حول التفسيرات الدستورية، ويأسف يمين لعدم وجود جهة تنظر بهذه الخلافات وتحسم أمرها. من المؤسف أنه عندما تم وضع القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990 تنفيذا لتوصيات وثيقة الوفاق الوطني، لم يؤخذ بتوصيات هذه الوثيقة لجهة صلاحيات المجلس الدستوري، وتم الاستغناء عن إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور. ماذا بعد انسحاب الشركة الروسية من كونسورتيوم الشركات العاملة في ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية؟ من سيحل محل موسكو، وهل سيؤخر انسحاب نوفاتيك عمليات التنقيب؟ شكلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا سبباً رئيسياً لانسحاب شركة نوفاتيك الروسية من كونسورتيوم شركات التنقيب واستخراج النفط في المياه الإقليمية اللبنانية الذي يضمها إلى جانب توتال الفرنسية وإن الإيطالية بقيادة توتال، بحيث لم يعد باستطاعة الشركة الروسية القيام بأي تحويلات مالية خارج روسيا. قرار خروج أو إخراج نوفاتيك من الاتفاقيتين العائدتين للبلوكين الرابع والتاسع كانت مفاجئة. البعض رأى أن عدم وجود روسيا في المعادلة النفطية في لبنان وفك الشراكة مع الشركتين الأوروبيتين الفرنسية والإيطالية من شأنه أن يسهل استكمال أعمال التنقيب، خصوصا بعد تصاعد التوتر الأوروبي الروسي على خلفية الحرب الأوكرانية. لكن مصادر مطلعة لفتت لتلفزيون لبنان إلى أن خروج نوفاتيك سيؤخر أكثر عمليات التنقيب، لأن شركة توتال ملزمة بإيجاد بديل عن نوفاتيك الروسية انطلاقا من الموجب التعاقدي الذي يقضي بأن يتألف التحالف من ثلاث شركات، وإيجاد البديل يحتاج إلى وقت.
من هي الشركة التي ستحل مكان الشركة الروسية؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تستحوذ على حصة نوفاتيك؟ مساهمة نوفاتيك تبلغ 20%، وهي مساهمة مالية إدارية أكثر منها فنية أو تقنية، يلفت الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي لتلفزيون لبنان، فيما تبلغ مساهمة كل من توتال وإني 40%، مؤكدا عدم إمكان الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة أن تحل مكان نوفاتيك، وأن مسؤولية إيجاد بديل يقع على عاتق توتال قادة التحالف الشركات وليس من مسؤولية لبنان. مصادر لفتت إلى اهتمام من قبل كل من قطر وتركيا بالانضمام إلى تحالف الشركات. يذكر أن أعمال التنقيب متوقفة، وكانت توتال قد بدأت بالتنقيب في البلوك رقم 4 قبالة جبل لبنان، ثم أوقفت أعمال الحفر بشكل مفاجئ عام 2020، وتحدثت عن عدم جدوى التنقيب في هذا البلوك. أما أعمال التنقيب في البلوك التاسع فلم تبدأ رغم تجاوز المهل والمواعيد، وقد أرجأت الشركة الفرنسية المواعيد مرات عديدة تحت ذرائع تنوعت بين كورونا وانفجار المرفأ. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعتبر في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الأردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة. وما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط؟ كفى هروب إلى الأمام. إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وإدارة جيدة هو مدخل للحل، لكن هل تسمح قوى التسلط؟ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري مع وفد من قيادة الحركة، ضم الدكتور خليل الحية وأسامة حمدان. وبحسب بيان صادر عن الحزب، فقد تم استعراض وتقييم لآخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، خصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأيضا تم تداول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الحاصلة. النائب هاني قبيسي أشار إلى أن ما يجري في بلدنا هو مؤامرة واستكمال لخطة جهنمية بدأت باستقدامهم للإرهاب، وعندما فشلت خططهم حاصروا لبنان وفرضوا عليه عقوبات تنفذها بعض المصارف لمعاقبة الشعب الذي قاوم وحرر الأرض. قبيسي وخلال احتفال تأبيني في بلدة جبشيت رأى أن المناكفات والانقسام والسعي للمحاصصة يعطل تشكيل هذه الحكومة، والآن نحن أمام استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، والبعض يبحث كيف سيدير الأمور إذا لم نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حكومة تدير البلاد. والآن نحن أمام استحقاق آخر هو انتخابات رئاسة الجمهورية. انتبهوا أحبتي عماذا يبحثون؟ يبحثون كيف سندير الأمور إذا لم نتمكن من انتخاب رئيس. ويجب أن تكون حكومة إذا حصل فراغ تدير البلاد. لماذا لا تبحثون عن رئيس توافقي وتسعون لانتخابه في بلد هو بأمس الحاجة للتوافق لإطفاء بعض من الطائفية؟ علينا أن نصل جميعا إلى رئيس توافقي في بلدنا ينتخب ويقول الأمور وتتشكل حكومة تقر موازنة لكي لا يبقى راتب العسكري 1,200,000 ولا راتب أستاذ المدرسة شبيه له ولا المواطن يعاني من الطبابة وغير الطبابة. النائب غاد أيوب في كلمة لها خلال القداس السنوي الذي أقامته منطقة مرجعيون حصبية في القوات اللبنانية شددت على أننا نريد الانتخابات الرئاسية محطة للخروج من جهنم فنخلص من حكم مرق لي تمرق لك، وأضافت نحن لن نسمح بتكرار تجربة السنوات الست الأخيرة، ولن نسمح بأن يموت شهداؤنا مرة جديدة، ولن نسمح بأن تتغير صورة الرئيس وحدها من دون أن يتغير العهد. قدمنا اليوم استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والرئيس العتيد لازم يكون على قد الشهادات الغالية والتضحيات اللي انحطت من قبل شهدائنا. رئيس بيرضى عنه الشهداء مطرح ما هن. رفعنا السنة شعار العهد لكم لذكرى شهداء القوات اللبنانية، لنقول بدنا رئيس بحجم تضحيات هالشهداء.
رئيس التسويه مرفوض، ورئيس التحدي مطلوب، رئيس يتحدى مشروع الدويلي اللي بدها تلغي الدوله، رئيس له طعم وله لون، رئيس سيادي اصلاحي، رئيس بتتقدم معه الجمهوريه القويه كم فشخه لقدام. أعلنت قيادة الجيش عن تعرض دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار أثناء مطاردة مطلوبين في بلدة بريتال، فرد عناصرها بالمثل ما أدى إلى سقوط جرحى بين مطلقي النار، أحدهم في حالة حرجة من دون وقوع إصابات بين عناصر الدورية. صيدا كسائر المناطق اللبنانية تعاني أزمة خانقة، والجيل القديم يترحم على أيام زمن. يكابد أبناء صيدا منذ سنوات كل أنواع القهر جراء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وانعدام أدنى مقومات الحياة من مياه وكهرباء ودواء وإلى هنالك من احتياجات ضرورية لم يعد المواطن بإمكانه الحصول عليها جراء ارتفاع أسعارها نتيجة تحليق سعر صرف الدولار يومياً. هذا الواقع المرير والمستمر منذ سنوات دفع بعدد كبير من صغار التجار داخل أحياء المدينة القديمة إلى إقفال متاجرهم، أما البعض الآخر ما زال متمسمرا في محله مترحما على أيام زمن. احنا كنا بالماضي عم كل حياة عيشة وأصحاب وأحباب كليتنا وعائلة واحدة كليتها، شو هالأيام هي اللي مرنا فيها؟ والله العظيم شاري شقة سنة سباق 10750 الدحقة اليوم، شو حصان فول هلا فصار صان فول والله 5-6000 7000 40000 ايش اخذ مني؟ شو هلا مش حياة مش عارفين، فاتورة الكهرباء كانت 2000 ليرة 2000 3000 اليوم ربك يعلم بده، شو هالحياة والله ما عارفين كيف بدنا نعيش، بالطول ولا بالعرض ولا بالعرض، خلا شيء شيء رهيب، الشغل زي الأول والأسعار خيالية. الماضي كانت الناس نظراتها بريئة، كانت الناس تقدر بعضها، كانت الناس تحب بعضها، كانت الأشياء رخيصة، واحد بده يتجوز يقدر يتجوز، هلا إذا واحد بده يتجوز ما عادش يقدر يتجوز، المعيشة صارت غالية، وجشع المترات كمان كذلك الأمر، يعني شيء مؤسف صرنا. حاضرها غير ماضيها، صيدا من زمن الرفاهية إلى زمن المعاناة. السينما في الهواء الطلق في برقاي العكار تجمع الناس في الساحات، تحقيق منذر المرابي. رعت بلدية برقاي ونادي لكل الناس عرض فيلم بلانك دامور للمخرج علي خضر من بلدة برقاي في الهواء الطلق، بحضور فعاليات سياسية وهيئات ثقافية ووجوه فنية واجتماعية ومهتمين. اليوم فرصة حلوة أن نعرض هذا الفيلم اللي حققناه نفذناه ب 2017، كنت أول من يراجع من البرازيل بعد 20 سنة على لبنان، وبس لليوم لقدرنا نحققه ولقدرنا نشاركه مع أهالي الضيعة. اليوم نبلش ببرقايل وإن شاء الله قريبا رح ينتقل لمناطق تانية. هو فيلم إكسبرمنتال يعني تجريبي، وهيدا الفيلم يعني ما في حبكة تقليدية، ولكن في عندك مثل حالات تقدر تعيشها من خلال الصور اللي بتنعرض قدامك، وهي مجرد مشاركة هيدي التجربة مع الناس. كما شاركت الفنانة السوبرانو ابنة مدينة طرابلس منى حلاب بوضع صوتها على بعض المشاهد في الفيلم. علي خضر أنا تعرفت عليه من الوسط الفني بواسطة أصدقاء مشتركين، وكان عم بيشتغل يعني كان أوريدي بلش عم بيشتغل على هيدا الفيلم، وحب إنه يحط صوتي عليه، وأنا كان بيشرفني هالشي كوني أنا كمان بنت الشمال يعني. السينما في الأرياف نشاط حضاري يدخل إلى القرى والبلدات اللبنانية. من برقايل في عكار منذر المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان.
وقع حادث سير على طريق عام الضني في محلة وادي الريحان بين سيارتين وصهاريج تابعة للجيش اللبناني، وقد أدى الحادث إلى سقوط قتيل وهو الشاب علي العويك بعد تحطم سيارته من نوع بئام بالكامل وسقوط جريحة. جرى نقلهما بواسطة فرق الإسعاف التابع لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى معوض في زغرتة وفق ما أفادت اليأسة. فاصل ونعود. أحييكم مجددا وإلى أخبارنا العربية والدولية. الرئيس السوري بشار الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وتركيا تعيد إلى الواجهة خيار العملية العسكرية في شمال سوريا. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب والضباط الاحتياطيين وتسريح المجندين منهم. وذكرت وكالة سانا رسمية أن القرار سيطبق اعتبارا من 1 أيلول المقبل. بالتزامن أعادت تركيا إلى الواجهة خيار العملية العسكرية في شمال سوريا التي كانت أعلنت عنها في مايو أيار الماضي. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن منطقتي تل رفعت ومنبج شرق حلب تحولتا إلى وكر للإرهاب وإلى مستنقع رعب، ليؤكد سنرد في المستقبل كما فعلنا حتى الآن، وأضاف لمستقبل للإرهاب والإرهابيين في منطقتنا. وجاءت تصريحات أكار بعد أقل من يومين من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تمسك بلاده بإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن مفاوضات الاتفاق النووي تمضي قدما ضمن مسار إيجابي، لافتا إلى أن القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. وشدد على أن طهران تأمل أن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالح ومطالب بلاده المشروعة، مؤكدا أن طهران ستلتزم اتفاق يضمن مصالحها الأساسية ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات، معلنا أنه لا يمكن إعلان وقت محدد للرد على المقترحات الأمريكية بشأن العودة للاتفاق النووي. العاصمة الليبية تستعيد هدوءها بعد قتال هو الأسوأ منذ عامين الذي أسفر عن سقوط 32 قتيلا و160 جريحا. اتهم رئيس الحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة أطرافا داخلية وخارجية بالوقوف وراء الاشتباكات الدامية في طرابلس بين قوات موالية لحكومته وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأصدر أمرا باعتقال المشاركين فيما وصفه بالعدوان على العاصمة. وبعد ساعات من الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق بوسط طرابلس وضواحيها، يسود هدوء حذر العاصمة الليبية بعد يوم من أسوأ قتال هناك منذ عامين أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 160 آخرين، فيما أخفقت القوات المتحالفة مع إدارة يدعمها البرلمان في طرد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. وفي المواقف أبدت خارجية إيران قلقها من الاشتباكات الأخيرة في ليبيا، وأكدت أننا ندعم الحلول السلمية لوقف الصراع في البلاد، فيما حثت السفارة الكندية في ليبيا الأفرقاء الليبيين على حماية المدنيين والدخول في حوار بدلا من اللجوء إلى العنف. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في تصريح وجهه إلى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى أنه يتوقع زيادة أسعار الغاز في أوروبا إلى 5000 يورو لكل 1000 متر مكعب بحلول نهاية عام 2022 وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية. وسبق أن بلغ سعر الغاز في أوروبا حوالي 3400 دولار لكل 1000 متر مكعب وفقا لشركة ICE في لندن. أكد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون في حديث صحفي أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين، قد تفقدهم فواتير الكهرباء عقولهم. هذا وباتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منهم. في وقت سابق أعلنت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة عن زيادة بنسبة 2% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 21
المنتجين الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وبهذا الشكل قد يرتفع الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بمقدار 80%. أشار وزير المالية الألماني ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى أن هناك صدمة هائلة تلوح في أفق اقتصادنا، ونحتاج إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسرعة قصوى. من جانبها كانت قد أقرت سلطات ألمانيا التي تخشى نقصا في الغاز سلسلة من الإجراءات في 24 آب الحالي لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، ودعت الأفراد وشركات إلى اتباع هذا المثال. كذلك سيتوقف تشغيل أجهزة التدفئة في المناطق العامة مثل الممرات، ولن تكون هناك مياه ساخنة لغسل اليدين، وفي الشركات ستخفض درجات الحرارة، وهي طريقة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا الجهد دون إجباره على القيام بذلك. اتهامات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني إزاء التصعيد في محيط محطة زابورجيا النووية، ووزير الخارجية الأوكراني يطالب الجيش الروسي بالخروج من المحطة. كل الأنظار تتركز نحو محطة زابوريجيا النووية التي تشهد تصعيدا ميدانيا واتهامات متبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي حول مسؤولية التصعيد في المنطقة. فقد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا تقصف محيط زابوريجيا ومنطقة نيكوبول المقابلة للمحطة النووية. بدوره أعلن وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا قامت بتحويل المحطة إلى قاعدة عسكرية تعرض أوروبا بأكملها للخطر، مطالبا بخروج الجيش الروسي منها. في المقابل أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف تواصل الاستفزازات وتهدد بحدوث كارثة نووية في المحطة، حيث أشارت إلى أن مدفعيات القوات الأوكرانية قصفت محيط أراضي محطة زابوريجيا التي ما زال معدل الإشعاع فيها طبيعيا بحسب وزارة الدفاع الروسية، في حين أعلنت إدارة مقاطعة زابوريجيا الموالية لروسيا أنها وضعت خطة لإجلاء السكان في حال وقوع أي طارئ في المحطة النووية. ميداليا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و139 نقطة تجميع أفراد ومعدات و8 مستودعات للأسلحة والذخيرة وإسقاط 6 طائرات مسيرة. أفادت الشرطة الهولندية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل شواء مقام في منطقة في جنوب البلاد على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب روتردام. وأوضحت الناطقة باسم الشرطة أن شاحنة انحرفت عن الطريق واصطدمت بالحفل، وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد. مشاهدينا الكرام، ومع هذا الخبر الأخير نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.